رجعنا لكم من جديد في زون ميكس والتحق بنا ضيفنا اليوم اللاعب السابق للنادي الافريقي اشرف الزيتوني اللاعب الحالي للحديد الصفاقسي اشرف شنو احوالك؟ الحمد لله في خير ونعم الحمد لله شنو الامور خويا؟ الحمد لله غيبة؟ غيبة صحيح توا آه في حديد الصفاقسي اشرف؟ اه قبل ما ندخلوا في الامور نتاع الكل نحن نحكيو نسالك اشرف كيفاش قاعد تعدي في رمضان؟ لكن الناس الكل براتيكمون الظروف اللي, اللي نشوف فيها واحد ديما نشد في داره دار وساعات نخرج نجري شوي قبل قبل شق الفطر باش واحد ديما يقعد يقعد في فورما باش نعرف الواحد يرجع ي... يكور اللي ترينير يلقى روحو مش بعيد برشا سينو الناس الكل مع العائلة و ويون تاجلت تأجلوا الشامبيون على بين حملوا خذوا ديسيزيون معناها قاعد شد الريجلا معناها تأجلت ما تفيدش شوية بيان سور حتى تأجل حتى شهر ولا شهرين لازم واحد يقعد شاد الريجلا معناها المهم إيه راح ولا راح ديجا مرتاحين <applause> انا برشا طويلة الراحة آه. حتى قاعد نحن تعرف سبورتيف ديما كان تفوت له جمعه ولا جمعتين ولا يقلق واحد واحد وحده ولا يجي ولا يحب يحب يترنى وحده معناها حاجه بيتويال ولات في العبد ووحدك كو... ولا عامل جروب ولا كيفاش؟ ي... لا لا والله وحدي وحدي نخرج واحد وحدي ما معكش ملاعبيه ولا حاجه لا لا فهمت و... والكورونا شنو بدلت الريتم رمضان رمضان سبيسيال شويه مع في الظروف صحيح رجع الناس الكل الناس الكل معناها بدات تقعد في الدار مع العائلة قربة العباد لبعضها بون بالنسبة لي أنا في عائلتي معناها الحمد لله حتى رمضان قبل ديما مع العائلة ما بالنسبة للناس الكل الحمد لله العباد قربت لبعضها عرفت بعضها أكثر دهالي وإن شاء الله ربي يعدي علينا هال الوباء سينو تعاون شوية في الدار ولا ولا جملة نوم وكاو الحقيقة مش برشا ما ديما قبل شقة الفترة تعاون أمك شوية تعاون أختك دي دي أنا وخويا كل مرة واحد يعاون العائله فهمت آه باهي خلينا نحكي شويه نبدا ندخلوا في الكوره اشرف احكي لي شويه انت كيفاش بديت الكرة في اذا او تي يا؟ في السي من صغير من سي او تي أه تربيت غادي تعلمت في الكوره هذاك أه اللي عمري 16 سنه باش كيفاش خممت اول نهار في الحومه قاعد كيفاش ضربت في المخرج في الحومه قاعد نكور في الحومه انا وخويا بعد بابا يرحمه طلعنا في الكهرباء بدنا نملى سيلتي هذاك علاش ما نمشي للسيوتي انت منو بقى اي منو انا اصلي الاصيل ولد رستابيا باردو ومنو بقى معنا ااا لازم مره نقطه هذه غادي برحوم صاحب الوالد ااا هزنا نترنا وغادي كنا احنا صغار من من, من... من, أصل... من, أسل... من البوسان <الصفيق> سي... نقولوا نحن هزنا من ما عملنا كتيست مش مش معناها عملنا تيست قبلنا ومن وقتها بدينا معنا بدينا الكره. <applause> <applause> اها انت واميره؟ امير سكوني زميلنا في التلفزه الوطنيه الساعه نجلوه تحيه. ملاعب يا امير كبرت معاه <applause> ملاعب برشا علاش ما كملتش في الكره؟ هو الناس يقولوا لي اخوك ملاعب عليك ملاعب عليك هو صحيح هو, صحيح. هو ملاعب يا امير من عنده عنده الموهبه لكن امير معناها كي فضل نوفي ماني توجه معناها لي سي بيلوت نموذجي دونك خير قريته على الكره الحمد لله التجاره اللي خذيتها ربي يوفقوا فيها قرايت ووصل وصل الحمد لله رب كاين ينجم يعمل كاريير في الكويت كان ينجم اي نصور كان ينجم يعمل كاريير في الكويت آه قبلوك في السي او تي قبل... قبلوكم زوز ولا انت قبلنا زوز زوز آه؟ آه بالاصناف الكل معناها هو امير خويا خرج من الكادي انا كملت آه... كملت للاخر حتى كشل عمري 16 سنه قلت لك طلعت آه سيشن اكابر وبعد هيك بديت تطلع ال... على السينيور شكون طلع؟ آه... طلع للسينيور كان كان وراه والله هو وقتها ثم الهادي بن علي هو رئيس الجمعيه معناها نتاع الفريق وقت الفريق يمر بفتره خايبه شويه هو قرر انه ياب حتى بنفسه معناها جاب مع شكون راه دي زنسان جوار جوور شافوا الجونيور وشافوا الاصناف الصغرى وشافوا شكون معناها اللي لازم يكون باش يطلع يعاون في, الاكابر واختار اربع خمسه جوارات طلعنا مع بعضنا. اها باهي قبل ما نحكيو على سي او تي كيفاش كانت في سيوتي في في, في السينيور معناها فقد لعب في السينيور في سيوتي لعبت من اللي عمري 16 سنه للي عمري 21 سنه خمس سنين خمس سنين خمس سنين, 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 سنين. و... تعديت بالأصل معناها من لعبت الناسيونال بي الناسيونال سي الناسيونال في الكات معناها تعديت بال 21 مشيت للكلوب انت 21 21 22 وكنت ذلك حتى وصلت كابيتان في السي او تي في الافلام هذاك الصغير اي صحيح صحيح كنت قائد فريق بال بالاجماع انا حتى من اصحابي وقتها كنت كان اصحابي يحبوني وعاقل كنت نعرف نتصرف دونك حتى بال انا عامله وقتها كل كن... بالفوت بالفوت كنت نقاش طيب كنت باهي اشرف لو كان تسمع ما راسك واخر تالي برشا مكتوبه في الكادر نتاع الكاميرا نكمل معاك اللوفر نتاع كيفاش جاك وقت الاوفر بتاع الكلوب افريكان كنت كان تم اوفر من من ملعب التونسي قبل قبل النادي الافريقي. كان تم اوفر قبل الملعب التونسي وكنت معناها كنت في نيكوسياسيون مع الملعب التونسي. بعديك تو أنا معناها في ليله الضحى جاني تليفون من النادي الافريقي. شكون كان وقت تسليم الرياحي ولا؟ دا... تسلمني مراد خوبع قال لي نهار الاثنين عندك نجي نحكي معاك رونديفو. وقتها أه... في رمضان كنا صدقني ربي خرجت في الليل رجعت في الليل تليفوني خليته في الدار نلقى السي طلبني يمكن عشر مرات وقتها بالنهار السبت طلبته وقال لي ما تجيش نهار الاثنين يجيني يقول لي كبر حد مشينا نهار الاحد وقعدنا وتفاهمنا و... وربي يسهل كانت تكون فاش معناها مو سهل من من اللي يمشي معناتها في حاجه من كل جمعيه كبيره معناها انا لو كنت متوقع انا راني... انا انا حاسب الخدمه اللي إن خدمتها انا صغير وعلى وعلى نعرف في روحي فاش قاعد نعمل كنت ديما طموحي اني نلعب في في الناسيونال اه بصفه م. حاجه الاولى وبصفه خاصه في النادي الافريقي خاطر انا معناها الناس الكل تعرف اني انا محب النادي الافريقي من انا صغير أه دونك كان طموحي اني نلعب في النادي الافريقي وكان اوبجيكتيفي في انا صغير نلعب في النادي الافريقي الحمد لله اللي ربي ربي وفقني وصلت في حق امنيتي معناها امنيه من امنياتي اني نلعب في النادي الافريقي إيه هي ما خاطر برشا من في الليكدوي تحداو بمراحل انت ديريكت للكلوب يعني ما كانتش صعيبه حتى من الاولى انتغراسيون في الكلوب انا اللي يمكن اللي تعديت آه معناها قبل بعام اللي جاوني لي زافو تونيزيان دونك بديت الراف في 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 الاولى بشويه بشويه فهمت دونك مي صحيح مي كي جاتني نادي الافريقي حاجه معناها فرحه ما توصفش معناها ما, ما, ما كنتش حاطتها في في البال وحاجه جاتك تو دانكو حاجه فرحتني برشا والحمد لله معناها الانتيغراسيون كانت في سافيسا في معنى الكاليتي اللي عندي وقتها في سواء فيزيك ولا تكنيك اللي عاونتني برشا وفي زاد الجروب اللي كنت انا فيه في الكوبا افريكان اللي عاونوني باش دخلت فيها بالبي سي او تي ما عطلوا شويه الامور ولا كانوا متفاهمين إيه... كان لا كانوا متفاهمين على الكعبه معناها ما لا انا لا ما... عطلني ورد هذه وقتها حتى حتى من تشكر مشى للمستير ثلاثه معناها وقتها سيزون باهي في سي او تي ثلاثه ما كانش من ما كانش صعيب معانا معناها أنا... عطينيها في سي او تي الحمد لله ربي خلينا وقتها في الناسيونال بي قلنا ربي يوجهكم خير وان شاء الله ربي يوفقكم انتم مراد ما بعضكم مشيتوا في الوقت لا في الوقت هو مشى قبل بجمع وبعد انا بجمعه ولا جمعتين وبعدين الانتيقاتات أه، كيفاش في الكليب دخلت في الجاوفيسه وداك باش مغرب ولا دخل في الجاوفيسه وجي مراد كان سابقني قبل قلت لك جام جمعتين حتى كي في الجروب دخلني فيسه وتبارك الله وقت الاولاد ما قصروش معايا دخلوني داك في الجروب وما كنتش صعوبه كيفاش قايمه التجربة في الجروب قدام التعاميل انت عامن ونص آه. ولا با با خايب يمكن واحد ي... كان ينجم المخير صحيح اليوم روح وزاد في في بعض الحاجات اللي ما كانش ما تحق عطل... ما تش حقه معناها في الفوتبول الافريكان كنت نجم نعمل خير هكا فعل بها فعل خير <applause> <applause> شنو اللي بدوب يقعد لك باهي نبداو بالبيز يعني يقعد لي باهي يعني لعبت في جماعه كبيره يعني عرفت عباد باهيين يعني عرفت لعبت في مجول مريول كبير كبير وجماعه كبيره برشا في تونس هكا وذاك ذكال... والخايب قلت <applause> لي <تص <تص> شنو اللي الخايب اني ما في الكوبا ما زدتش تيتر هذاك اللي قعدت لي انا بوانوار في في قلبي خاطر كلوب افريكان كنت النجم سيرتو 2015 حتى خرجت بري وما تويتر صحيح نعرف اللي انا بري في قفصه ما قلبي ومخي كان مع كلوب حبيت ما حبيت حبيت نهز تويتر مع كلوب افريكان م. انت ساهمت في البطوله هذيك مع رغم تلعب في قفصه ولا تعتبر انك ساهمت شويه صحيح نعتبر راح ساهمت شويه بال احكينا 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 لي كوليس اللي حكينا لهم قبيلك لي انت في قفصه في ماتش لي توال وقفصه احكينا شويه لي كوليس اللي صار الوقت. ماتش أه ماتش لي توال لعبت كيوب لي توال في, في رادس، اللي ربحت دوزان هذا اللي وقتها بغيت المركز زوز لي وقتها رجعت في الكلاسمون يا هربه ان بوان يا دو بوان يا حاجه هكا الجمعه اللي بعد اربع خمس ايام نلعبوا نحن قفصه اللي توال في سوس <applause> أنا عندي لونغاسيون وقتها كنت عندي شر ما نلعبش والفورماسيون انت تعطيها في الروتين تريون عند سينابيل كوك على شي كاس في سوسه عمل بين ريونيون ما عطاش فورماسيون مشينا للستاد في سوسه علاش ما عطاش فورماسيون وقتها؟ ما عطاش فورماسيون ما نعرفش علاش ونحن ديجا قبل اربع ايام قص لعبنا في المستير في المستير عملنا انا معناها التشكيله ماهيش باش تبدل ما نلعبش قد المضروب مم. دخل المستير سي نبيل عطى الفورماسيون حطني في التشكيل انا بهت انا بهت معناها خاطر عندي شر وضد لتوال لتوال معناها اون فورم معناها لازم واحد حاضر قلت وسي نبيل جنيه قال لي نعرف اشنا قلت له تعرف اش تعرف دخلنا دخلنا للماتش شدتنا ليطوال كون نقولوا احنا بلوغ الكره شدتنا في تركين عاملين بلوك نحنا واقفين مليح ضيعت برشا برشا كره دخلنا في الميتون اللعبه زيرو زيرو قلنا احنا عملنا شطر الثنيه مازال الشطر الاخر وكان نعملوا يكسو كلوب تربح الكلوب ترجع لول دخلت الفيستير عندي اربعه عصابتي نقولوا احنا شلتي اربعه خمسه من الناس دخلتهم من الدوش نجم نعرفوا يا لا 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 دخلتهم للدوش قلت لهم اسمعوني راه جاني ميساج أه تو مسلم الريحي، فهم آه. شيء راه، ميساج الشيء، جاني ميساج مسلم الرياحي، راهو نعملوا اكس ولا نربحو راهو ما عندكم بري. يا ولدي متاكد، قلت لهم يا ولدي متاكد. قالوا لي عالظلي نامي. يا ولدي هبطوا للـ تسامبي <تكلمان> تو. <applause> <طويلا>. قليوه <applause> التيرة. قليوه <applause> التيرة. وفي زيرو كنا نجمو نربحوا. وبقى تاخذ ورقة حمراء حاسيل، و تروح تروح كبير برشا عملناها. ولا حطيت لكو افريقيا، رحت لكو بيا الأولى وشدت وقتها الثانية من وقت تعتبر نفسكم تاعنا دونك الشامبيون. بيبي نوبير راه الحسن إيش في سامي اي شحال من بعد من لعبت قفص مالوني شيء عشان إيه. مرجوني بعديك هزي تعشيتهم بعديك بعد يمكن بجما لعبنا ماتش ذيك يمكن اللي في تونس مشينا تعشينا و... اي تعطي شويه تلعب لعب مسيق رياضي الرياضي دي. عليش انا مش تابع من تقلير. انا بيني وبين روحي انا لهم صحابي و... وحكيت معاهم هو هو حتى وقت اللمبو عاونتنا نحن في قفص انا ابو نحنا نلعبوا على التيو وقتها بالخاطر تاعنا خايبه شويه إيه. وزاد الكلب كلوب على جمعيتي زاد حبيتها زاد ترجع هي في الكلاسمون الاولى هي والشامبيون حبيتها تزاد هي وكا اي وهذاك الماتش صار فيه شويه استفزاز ما جلال الكريفه وقت عملت تصريح نتاع كيفاش هو قلت له انا ما عملتش استفزاز انا وقت صارت المشكله في التيران هو الجمهور اللي طوال هو اللي استفزني آه. كي اللعبه صفر صفر كابت ال... 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 انا في الـ في, في تاع الميتو الثاني الجمهور اللي طوال كل يسب فيه في انا مانيش مصدق روحي علاش يسبوني فيا انا ما عرفتش صار كذا على كل على الزيتوني على اشرف تلفت الجمهور ما عملت حركه بدايه معناها مش حركه حركه عاديه معناها عملت سو ديزون هز الشامبيون نقطه مره الشامبيون في تونس وكان ماتش الماتش متوقف فيه يمكن اربع خمس مرات وقت الا ما تلجاني قال لي اشرف عايش خويا يزي خويا ما يسالش اعمل اكس وخلي فهمت يزي مع يختانا خلينا نلعب هكا أوكي, اوكي في الماتش آه كيف في الديكلاراسيون جاني يسالني قال لي قلت له انا راني الماتش هذايا نادي ان بوان القفصه تساعدها تلعب على المانتيان النقطه مسوسه بحساب وبيان سور وقفت الكونتور نتاع ليتوال والكلوب ربحت ما نشرش اي لولا من حقي يظهر لي انا نحب لأن أنا نحب نحكي غير كده صارت بوليميك كبيره هي ما زايده تلعب اي أيوه قفصه انت هي عادش بيا زايده هو سالني سؤال جاوبته انا حر شنو نحب نجاوب انا ما مش... فماش زايده حتى استفزاز حتى هو هو السؤال هو هو اللي سالني لل... المذيع اللي سالني سالني بطريقه معناها قال لي اجرف كانك معناها تهدف الانتصار هذا للكلوب افريكا مم. قلت له اي راني تسيح انا نحب القرن القرن نعرف القفصه تو ندافع على انواع القفصه وجبت ان بوان القفصه باش تعاونها في المانتي نتاعها كيف كيف وقفت كونتور بيني لك حاجه اخرى هذيك اللي انا حاجه لي أنا. اللي انا اما وقفنا كونتور نتاع الاطوال باش تبدا ترجع تربح تبدا تجي الاولى ما تندمش على حاجات كيما هكا مثلا استفزاز الجمهور في المقابله كيما حاجات كيما هذوما صاروا برشا عباد تلوم فيا مثلا قالوا لي عملت عملت عركه مع جمهور الاطوال عملت عركه مع جمهور الاسبيرونس عملت قالوا لي ما كنتش كنت تندم معناها مثلا كنت نجم على الاخر كان ما عملش كان ما مش مثلا في الاسبيرونس عام تعامل ولا في الاتوار ركب بعد الكوب افريكا راك مشيت تلعب في الاتوار مش صح تقوم لعب بروفيسيونال ما حتى كيما هو هو هو, هو 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 تيم هو الكلام صحيح اما بالنسبه لي انا ما ندمش على حاجه عملت فهمت إيه؟ انا يمكن هو لعبت تقول لي ضرتك ضرك حب الكلوب انا ما ضرنيش أنا إذا حب الكلوب انا نحب الكلوب انا خويا ما نكذبش نحب الجمعيه هذيك نحب نلعب في الجمعيه هذيك انا بيرسونال مون ما نتمناش ما نتمناش روحي نهار اخر نلعب في الاسبيرونس ولا نلعب في ليتوال ولا نلبس الاولاد هذيك هذه حاجه تربيت عليها من <applause> صغرتي كان جاي ما اسبيرونس ما انا هذه حاجه اسمع اسمع انا هذه حاجه تربيت عليها من صغرتي <applause> معناها من الصغرى واحد يقول لك يا انت على شنو تربيت نجم واحد تربيت على ينافق نجم ينافق. ينافق انا ما نجمش كان جاتني اوفر من الاسبيرونس في الوقت هذاك <applause> ما نمشيش برشا قالوا ما نمشيش وبعد مشاو <applause> هذا كل واحد حتى لو كان مبلغ مالي كبير ولا الحمد لله يا رب واحد الواحد عطاه لي ربي ديما يحمد ويشكره مش ما نمشيش مش معناها راهو ما خطرت كره ولا ما نحب الجماعه اللي حاجة نعرفها هكا فهمت نعم آه نلعب بالحب هذا للكلوب علاش ما قعدتش اكثر انا في الـ في, الـ في, الكلوب الظروف كاع وجه شو شو باش خرجت من الكلوب السبب مش ما, مش ما, مش ما مش مش ما مش مش ما عنديش سبب بلا يوم هذا ما عنديش سبب باش خرجت من الكلوب بون انا خرجت كي هو اللي اللي معناها اختار آه اني نمشي بري آه انا راه روحي كنت نجم نكمل وقت هو راه حاجه اخرى حكيت معاه حكيت معاه ليه مش حكيت معاه قال لي راهو عملنا معناها ايش كيف جديد و... باش تكون معناها من الليست ال... الليست دي ديبار وصلوا بحضاري راهو معناها مش, مغيرة حتى مش من غير حتى مشاكل حتى شي حكينا مع بعضنا وبعد كي جاي لوفر آه انا من الاول ما حبيتش نخرج من الجروب قلت له معناها حتى نقعد هنا ما مش مشكل بعد الا لما كي شد سينا قفصة تلمني قال لي معايا بري و تعاود تلانسي كاريرك ومعناها تعاود تلانسي روحك تعمل عام بي ترجع للكلوب افريكا مم. هكا دونك حتى كي خرج من الكلوب راهو غير 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 ما غير ما, صارت مشاكل ولا عرك ولا ولا باش يقول تو سيمون تصر بيه وعليه ولا ليه خدم على روحه تعتبر ظلمك يعني... وقتها ولا لا بيني وبين روحي نحس روحي تظلمت فهمت حتى هو... هو كان قاعد دخلت العام اللي بعده كان وعدني ما قال لي على بش... العام اللي عملته في قفصه قال لي نورمالمون راك ترجع انا عم جالك باش ترجع وبعد كسرت صارت البوليميك بقى عرفت سليم فهمت مشاكل علاش ما رجعتش بعد حتى كي تنحى بعديك بعديك س... كيف كيف حتى بعديك صارت مشاكل قال لي حتى بعديك جا بعديك رجع سينا بالكوكي صدقني ربي سينا بالكوكي وقتها نتذكر يعرفك مليح معناها لا نبي الكوكي قال لي راك باش ترجع سينا بالكوكي قال لي راك باش ترجع نتذكر وقتها بنهار الجمعه في البارك قال لي قال لي قاعد تجري لكن هذا مش ترجع معنا في الجروب. اها. وهذا الاثنين قرار قال لا ما يرجعش. مش هو ما نعرفش قلت له سي نبيل قال لي يا قالوا لي اشرف راه ما يرجعش. من الاداره؟ نتصور من الاداره. وما تعرفش السبب. ما نعرفش السبب. لما ما نبيل كوكي هو مسؤول هو, لي هو اللي. هو اي كان عندك مشاكل مع شكون انت؟ ما عندي مشكلة مع حتى حد. ما تحبش تحكي فيه ولا ما عندكش؟ ما عنديش مشكلة. ما نحبش نحكي ما عنديش مشاكل. إيه؟ اللي خاطر معناها ماهوش ماهوش نجم نبيل هو مسؤول على اللي اللي نبيل قال ترجع إذا كان فما شكون من الإدارة قال هذا ما حاجتهاش به معناها فما مشكل ولا حاجة. فما يمكن فما مستوى يمكن عباد في الإدارة ما تحبش تشرف يكون في الكل في تعرف شكون؟ ما نعرفش شكون. امم باهي خرجت من الكل. خرجت من أفريكا مشينا مشينا قلنا بني بليغ صح بعديك رجعنا بعديك مشينا للستاد امم. ستاد اللي. ما لعبتش بوفيا في الستاد. أي وقت صارت لي ضربة مشيت صارت لي ضربة عند سيناش كنزاري. انت الشكر بالمناسبه هو شاد فيك صحيح مالك كان زاري وقت مالك كان زاري وقت على دليل في اخر دقيقه معناها صححت ودوب ما مشيت ستة صارت لي ضربه ضربت في فخذي وقتها دونك عطتني شويه فهمت ما لعبتش برشا ومالكري عملنا سيزون باهي معناها عملنا روتور باهي وقتها عملت لي تحت ستاد عملنا روتور باهي للي اللي عملوه وقتها الله غالب الظروف حكمت وستاد تونيزان طاحت وكان فما برشا بيفوات وقتها خالد القضيبي بوغان من مارسيال ثم مارسيال ثم انا ثم تم... ثم الصغير حمد صغير وسط باهي لا عملنا عملنا سيزون باهي معنا بوسليمي زاد معنا اشمع عباس معنا علي دحنوس معنا تشكيله باهي علاش ما قعدتش في السيزون معنا, معنا العونلي اللي الاخر طاحت ديفيزيون دي وانا كنت ماشي لل... كنت ماشي مقابلين العرب في الصيف فسخت الكونترات وبالله حاب نقول حاجه لل الجمهور استاد عمتها راهو خلاص نسالك السي قول لي في سونس هذا بتحب تقول ولا لا خاطر فما شكون قال بعد ما خرجت من انك تكبرت على استاد ما حبيتش نعرف في اللي 2 لا لا عمري ما تكبرت هذا اللي حبيت تقول ولا ولا لا عمر... عمري دقيقه انا عمري ما تكبر على ستي نزار حومتي كنت كان ولد رستاب هذيك حومتي وخوالي و... ومنيت بابا يرحمه قبل ولا ولا ولاد بارد واني نلعب نعرف استاد بعد كوب افريكان دونك ما تكبرش على استاد يمكن اي صحيح حبيت نلعب في حبيت ما نتاحش على اللي يو معناها في ال... في نيفو معين صحيح نجم تقول هكاك وان بليس وقت اللي جا عيسى جا قال وقت حب يعمل استراتيجيه جديده هو في جمعيه معناها طلعوا للصغار في الاستاتيزيان دونك صار الفسخ نتاع العقد هكا شنو حبيت تقول قصيت عليك؟ لا قلت لك فسخت في الستاد وقت زيد مشيت جيت باش نمشي المقاولين العرب ومشيت لمصر وبعديك ما تفهمنيش مسألة الشرب وقت بعثني مشيت مع سي خالد القصبي نرجع له الشكر زاد هو بصفه خاصه أه... وما سالش ربي ما فهمنيش وقتها ورجعت لتونس. رجعت لشابه ولا؟ رجعت لتونس اه... لا رجعت لتونس قعدت اه... قعدت بيريود اه واقف وبعديك اه... بعديك مشيت للشابه. قصه هذيك علاش؟ صارت لي قصه ما... تقول دي قوتيت ولا ستة شهور بس... اي ستة شهور هيك علاش؟ ما مم... وقتها ما كانش حاجه اللي, ن... اللي نحبها فهمت؟ ما كانوش فما ديزوفر فما أمام... فما انا ما مقتنعتش فهمتها. ما اقتنعتش فهمت ما شوف وقتها كان نجم يجيك اوفر راو. وحتى انت في مخك ماكش مقتنع ما تقتنع تو بار اكزومبل انا بعدك مشيت للشاب انا كنت قاعد انا وسام السلامي وسام قلت له سي محمد المكشر راوي قال لي تمشي بعد محمد المكشر في الشاب قلت وقتنا الشاب ما انا ما نعرفش عليها اللي هي معنا جماعة قاعده عامله استراتيجية بها هي قاعده تخدم مم. انا ما نعرفهاش الحقيقه تعرف الوقت طلبنا سي محمد المكشر وسامة طلب سي اسامه طلب اسامه طلب سي محمد قال محمد راه واشرف ولدنا وكذا ومنا ومنا قال له سور في الكلوب افريكا وقت معايا الجوان قال له غدوة غدوة جيني للشاب وطلعت الشاب مي انا إيه حتى كي طلع في في معاينيش معاينيش ما عينيش الشاب كورة ما عمري ما سمعت اسم كبير في اسم كبير كي مشيت قعدت مع سي محمد المكشر غاديك وعلاقتي به طيب انا من هو في الكلوب افريكا كان جوان كي حكي معايا وفهمني استراتيجي وفهمني كيفاش باش يخدموا فهمني الكوتي معناها نتاع الفلوس وكيفاش لعبت تخلص في وقتها ورانا ما نعطيوش كنا احنا فلوس هكا رانا ما نعطيو هكا تخلص في وقتها ورانا عامله استراتيجي بي رانا باش نلعبوا على الطلوع مارجري وقتها هي عامها الاولاني في البي ورانا باش نلعبوا على الطلوع وحتى مع الجماعه سي توفيق المباشر كيف كيف قال لي راه ما عنديش انا هذه الجماعه طالعه من الطلوع للبي قال لي باش نلعبوا على الطلوع وشديت اثنين وخدمت على روحي وفيكتيفمون عملوا الموزان الماتش الاخراني مع القفصه معنا اللي عملنا خصنا انا زيرو باش هي لعبت مع بن جرداد، زي ما كانوا نحن نلعبوا براجم مع بن جرداد، وعملنا وعملت عام بي معناها في. علاش ما قعدتش؟ ما قعدتش ما بيني وبين روحي قلت العام اللي عملته معناها بيني وبين روحي، الحقيقه معناها قلت العام اللي عملته الشاب هذاك اللي انا فيه مع اسمه محمد، اسمه محمد هذا من غديك، مستحيل باش تعاود. خاطر عملنا عام. عم خصيتها كأني صدفه صارت <تصفح> تبع تبعها هي ماسى سي محمد وقتها تبع تبعها انا استراتيجيه يعني قلت مستحيل العام اللي عملته الشاب السنه باش تعاود قلت نخرج من الباب الكبير و... يا اخي العام اللي بعده عملت عام والعام اللي بعده اللي هو السنه مازال الفريق يقدم في الان في, مستوى كبير في مستوى كبير برشا آه اه ايش عملت؟ خرجت مشيت جمعيه خرجت خرجت آه خرجت مشيت للرالوي قعدت قعدت قعد لا قعدت من من السيف معناها لديسمبر بعد كي مشيت تلمني قعدت في الدار تلمني سي فرق طرابلسي تجارب تحيه لاعب السابق نادي الافريقي اللي هو كان سبب اللي هزني برا لوي تلمني قال لي اشرف انا تحبوا نعملوا معناها جمعيه باهيه في الرالوي معناها سي حسن الجابس <applause> ومشيت وعما كملت لك ست شهور تاع عمناول وسنة معناها هاي الخدمة هما خدموها من عمناول معناها حضروا جمعية من عمناول باش يبداو بالسنة سنة مقطعة المئوية تاع <applause> نتاع الرامي <applause> كل عام هما حايم بخير البارح عملوا 100 سنه أه وعم معنا ابنيه جمعيه من عام نيون برك من عام نيون سي عنده فائدة كبيره كبيره برشا وسنيك تشوف معنا في في الريزلت اللي قاعده تعمل فيها الرامي كمان انا بطل الخريف في العلي وتو مرتبه ثالثه اتا 4 بوين ان شاء الله واحد مازال سجل جنيه نجم تكون معنا سنين ترجع للبلاصه تاع ان شاء الله معنا نجم نشوفوك في الاهل العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله, الله. كيف السيزون لحد الان قيامة باهيه مع ااا أه... بالنسبه لي انا من بارمي من السيزون سيزون الباهين لل... اللي عديتهم في حياتي في الرمي معناها كوتي معناها كوره واحد يلعب مرتاح لقي راحته و... عباره في دارهم معناها قاعد نتذكر في روحي معناها سنين التالية فهمت مم. قاعد نعطي في باهي ان شاء الله ربي ثبتني ونكمل كيما هكا مستقبل كوين تشوفوا مع الوي ولا كيفاش تو وانا سنا فانت كونترا صحيح العام الجاي ان شاء الله واحد يطمح باش باش يشوف حاجه حاجه مخير حاجه حاجه باهيه معناها سواء في تونس سوا خارج تونس لو كان ان شاء الله بوتربي تطلع زاد الاب علاش ليه واحد ما كملش آه واضح مازلنا مواصلين في الحوار نتاعنا مع اللاعب اشرف زكريا لاعب حديث الصفاقسي حاليا واللي لاعب سابق نادي الافريقي باش تحكيو في جزء ثاني عديد الكواليس متعلقه بمسيرتك الرياضيه اشرف نمشيو للاخبار مع زميلتي آه شكون في الاخبار صفية اليوم انيس فدوى تركي بعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه نتاع العشيه في اكسبرس إكس